فرح دايما ما بتتنسيش. طبعا فكل البطولات اللي خدناها كانت ليها ذكريات جميلة وليها أثر في مشوار الواحد بشكل كبير جدا. طبعا البطولات القارية بتبقى دايما هي الأغلى، سواء مع النادي أو مع المنتخب. مع النادي الأصعب يا كابتن وائل، الأصعب حسيت إن ده كانت فعلا بطولة كانت صعبة وأحرزناها بشكل يعني بشكل كبير. الأصعب كانت بطولة 2006 بتاعت الصفاقسي اللي أبو تريكة سجل فيها في الدقيقة 93 و92. الأحلى كانت 2012، الترجي 2012 اللي فزنا بيها بالترجي. ليه دي أنا بعتبرها أحلى مباراة أفريقية لعبناها كورة وفزنا بالنتيجة، وداخل الملعب كأداء يعني كأروع أداء، سيطرة على المباراة وفرص وأداء وروح، كل ما يمثل النادي الأهلي كان في المباراة دي. ف 2006 الصفاقسي، ان انت تخرج تجيب البطولة من بره بعد الحفلة اللي عملها الصفاقسي في ملعبك، كانت البطولة صعبة على اللعيبة جدا، مسؤولية كانت كبيرة. انما قدرنا الحمد لله بتوفيق ربنا ان احنا نفوز في الوقت الصعب، فهي كانت الاصعب. 2012 زي ما قلت كانت الاحلى والامتع ككوره، حتى في كواليس البطوله وما حدث في مذبحه بورسعيد، والهدف اللي اتفقنا عليه واتجمعنا عليه ان البطوله دي اهداء لروح شهدائنا، كل ده خلى البطوله دي الاحلى والامتع. حلو قوي. احنا معانا واحد يعني من رفقاء الدرب يا زين بيقولوا يعني انت اللي هتقول الو وانت اللي هتتعرف عليه. الو الو، عارفه سيد معوض من الو بس طبعا ده عشره عمر. شكلك لسه مكلمه قبل. لا والله، لا والله، ده بيقولوا لي سيد معوض هيعمل مداخله، قلت لهم بس انتوا كده هتجيبوا لي الشتيمه، لان سيد معوض انا موجود في مصر بقالي اسبوع وما كلمتوش. وهتسافر خلاص. والله بقالي اسبوع ما كلمتوش. جمعكم هنا في البيت الكبير. كابتن سيد مساء الخير عليك. ازيك كابتن هاني؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ بسلم على سام طبعا. اهلا بيك يا كابتن. مساء الخير يا كابتن سيد، يا احسن باك ليفت. احسن باك ليفت لعب جنبي. اوعى ينيمك، اوعى ينيمك هاني. انا عايز اقول لك اوعى ينيمك لعب جنبي اصلا خالص، يعني هو كان بيدور انا فين ويروح يلعب في الناحيه الثانيه اصلا. ايوه. لا سيد من افضل اللعيبه زي ما قلت يا كابتن هاني بامانه والله بدون هزار، ومن احلى اللعيبه اللي ترتاح ان انت تلعب جنبه. انا ما كنتش بحب العب جنبه طبعا، انما كنت بروح الناحيه الثانيه. بس انت عدلتك يمين اصلا يا ولا؟ انا عدلتي كانت ناحيه اليمين. فهو سيد عارف ايه، بيحب الكوره قوي، عايز تبقى معاك كوره تديله الكوره، لازم تديله الكوره. انت بيبقى عندك اوبشن ثاني مثلا ممكن تلعبه، يقول لك لا العب لي، فاهم؟ بيحب يبقى معاك كوره دايما. انما يعني احنا كنا من شويه بنتكلم على الشخصيات وذكرت لك سيد. سيد شخصيته جوه الملعب يعني لو ضغط عليه اثنين ثلاثة يقول لك العب لي وما تخافش، العب لي. عنده الروح، الروح برغم ان سيد تحس ان هو ما عندوش الروح دي، انما جوه الملعب لا سيد فعلا بيحب المكسب ويتعصب. واحد يغلط تلاقيه يحمسه ويشجعه. فسيد فيه كل الصفات الجميله اللي احنا كنا بنتكلم فيها على المجموعه. انا عمال اثبت فيك هو سيد. بص يا سيد، يعني بص ده يعني من غير ما تثبتني والله. بالظبط كده. انا اقول شهاده الحق. اتفضل يا كابتن. لا هو بص يا كابتن هاني، يعني هي المجموعه كلها بكل امانه، يعني وائل اتكلم في نقطه مهمه، الشخصيات، شخصيات عندها مسؤوليه جوه الملعب وبره الملعب، شخصيات بتفرق بين الادوار اللي انت واخدها جوه الملعب او سواء التعامل بره الملعب. لا في شخصيات موجوده، في ناس بتتحمل المسؤوليه بشكل كبير جدا على حسب ظروف الفرقه، على حسب ظروف النادي. يعني وائل بيتكلم ان احنا كلنا كجيل كنا مختلفين. انا هضرب مثل صغير جدا، وائل اتكلم على بطوله 2012. 2012 دي ما كانش فيه دوري موجود، ما كانش فيه النادي الاهلي، كانت الامور صعبه ماديا لان الرعاه قالوا، لان ما فيش بطولات شغاله، كانت البطوله الافريقيه الوحيده وبتتلعب من غير الجمهور، كنا بنلعب ماتشاتنا كلها في الجونه، فكانت ظروف صعبه جدا. انما كان في لعيبه مسؤوله في التوقيت ده، كان في لعيبه عارفين ان البطوله دي مهمه جدا. وائل قال ان احنا اتفقنا من اول يوم ان البطوله دي اهداء لامهات الشهداء، لان يعني ولو حتى معنويا نعوضهم معنويا عن اللي حصل
وحاجه تفرحهم بعض الشيء، فدي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه للمجموعه اللي موجوده. ويعني انا لو اتكلمت بقى عن وائل لوحده، لا يعني وائل هتلاقي مثلا لو جيت تختار اعظم مدافعين في تاريخ مصر هتحط وائل جمعه رقم واحد، يعني هتحطه ضمن الناس هتحطه رقم واحد، بغض النظر انت يعني اهلاوي زملكاوي بتشجع اي فرقه ثانيه هتحط وائل جمعه. وائل جمعه انجازات كبيره جدا، تاريخ كبير، واحد جاء من المحله، اساسي في منتخب مصر، في النادي الاهلي، بطولات كتيره جدا سواء مع النادي مع المنتخب، وتاثير غير طبيعي. يعني انت لو رجعنا بالذاكره كده يا كابتن هاني، يمكن الجيل ده كله اما ترجع بالماتشات اللي لعبها الجيل ده والبطولات اللي خدها، لا يعني مش سهل ان هي تتحقق، مش سهل ان طبعًا. في جيل يقدر يعمل كل ده في وقت قصير. انت بتتكلم المجموعه دي لعبت مع بعض حوالي 7 أو 8 سنين، بتتكلم في 3 كأس أمم، بتتكلم في بطولات للنادي الاهلي كتيره جدا، بتتكلم في مشاركه مثلا في كاس القارات، مشاركه في بطولات كتيره جدا. لا يعني الموضوع يعني تحس ان هو لا يعني كانت فتره كبيره، فتره 8 أو 9 سنين مهمه جدا للجيل ككل. صحيح طبعا، على راسهم وائل، يعني واحد من اهم اللعيبه اللي كانت موجوده في الجيل. ربنا يخليك يا كابتن سيد، احنا مش عارفين نشكرك ازاي على الكلام الحلو ده. انا هحاول انسى موقف عمرو زكي. ايه موقف عمرو زكي؟ ها؟ ايه موقف عمرو زكي؟ هحاول انسى موقف عمرو زكي انه ما حصلش خالص يا كابتن سيد. لا احكوا لنا، لازم نعرف. لا ما ينفعش يتحكي يا كابتن هاني. يتكتب بس. يتكتب بس. دلوقتي مدرب منتخب مصر. طبعا لازم نحافظ على الايمج بتاع الكابتن سيد. طبعا وبمناسبه منتخب مصر، طبعا انت كمان من اللعيبه اللي عملوا مشوار دولي على مستوى عالي جدا. كمان بنتكلم على منتخب مصر وانت دلوقتي مسؤول في الجهاز الفني لمنتخب مصر، تطمنا برضو الفتره اللي جايه ازاي مع الكابتن حسام البدري؟ والحمد لله طبعا الفتره اللي فاتت بمكسب على توجب رائع، المشوار اللي جاي ازاي في الفتره اللي جايه؟ هو اول حاجه يعني الحمد لله الظروف بدات تتغير تاني. كانت بدايتنا صعبه شويه، انما مع مكسب المباراتين دول وبعدهم وجود نادي الاهلي ونادي الزمالك في بطوله افريقيا ويلعبوا نهائي، ده له حاجه ايجابيه جدا على منتخب مصر وعدد اللعيبه الدوليين اللي موجودين معانا. فاظن الفتره الجايه لا ان شاء الله الامور افضل، ان انت تلعب برضه وانت مستريح شويه لما يكون ترتيب المجموعه عدل وضعه الطبيعي، فده بيديك راحه، بيديك تعامل بدون ضغط كبير زي اللي كنت بتتعامل بيه قبل كده. منتخب مصر في نقطة مختلفة كابتن هاني وأنت أكيد عاشرتها. أكيد. إن يعني في النادي مثلا ممكن عندك مباراة بعد 3 أيام بتقدر تعوض فالأمور بتعدي، إنما منتخب مصر التوقف مثلا لعبنا في شهر 11 هتلعب في شهر 3. صحيح. فأي نتيجة بتبقى سلبية ولا حاجة بتأثر عليك 3 4 شهور، فبتبدأ تشتغل تحت ضغط كبير. أظن الحمد لله يعني بعد المكسب المباراتين دول لا الامور افضل، اللعيبه المتاحه حاليا افضل بكتير من الفترات الاولى، اللعيبه المحترفه ماشيه بشكل كويس، اللعيبه اللي موجوده في الانديه المصريه، الدوري الحمد لله الاسبوع الاولاني بادئ بشكل كويس، فاعتقد لا الامور رايحه للافضل ان شاء الله. عندنا هدفين، كاس الامم والمنافسه عليه، تصفيات كاس عالم، فالاثنين دول يمشوا مع بعض، فان شاء الله لا الامور جايه، في لعيبه كتير موجوده ماشيه بشكل كويس، سواء اللعيبه اللي كانت موجوده معانا او اللعيبه اللي موجوده في المنتخب الاولمبي اللي هيبقى ليها دور بعد كده، فالامور ان شاء الله خير يعني. ان شاء الله بالتوفيق. عايز تقول له حاجه؟ متشكرين يا كابتن سيد وموفق باذن الله. سيد يعني الكوره اللي عند سيد في دماغه وان شاء الله وتاريخه، انا متفائل ان سيد الكره المصريه تكسب مدرب متميز يا كابتن هاني. بامانه والله يعني بعيد عن الهزار وكده، انما سيد عقلية ممتازة إن شاء الله تفيد الكرة المصرية كمدرب بإذن الله، ونكسب مدرب كده يعني في قادم السنين إن شاء الله ممتاز وبالفايدة على الكرة المصرية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. كابتن سيد بنتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله نشوفك على المستوى إن شاء الله، على المستوى التدريبي، في إن شاء الله على رأس القائمة الفنية لمنتخب مصر مع مشوار مع الكابتن حسام البدري إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن سيد. ربنا يخليك كابتن. شكرا جزيلا.